الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي موقع في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. زي ما انتم شايفين كده فرحه على الوجوه، والجميع هنا يفرح لليوم الثالث على التوالي. بنشوف يعني المسنين والكبار السن يدخلون الى هنا، والشباب من كل الفئات طبعا، وهنا المساعده تكمن عند الدخول. زي ما حضراتكم شايفين احنا متواجدين في منطقه وسط البلد، وبننقل لحضراتكم تفاصيل هامه جدا عن دخول يعني الرجل المسن لممارسه الدور الانتخابي، وايضا ممارسه يعني دور. طبعا احنا بنحاول نساعد مع حضراتكم، الناس هنا بتساعد كلها طبعا، يعني حاله في منتهى الجمال عند رؤيه يعني نوع من انواع المساعده. بصوا الابواب تفتح لكبار السن، والشباب كله يدخل في العرس الانتخابي واليوم الثالث للعرس الانتخابي. طبعا ربنا يجازيه خير، ولكن انا هحاول ان انا مساء الورد. عامل ايه يا حاج؟ ازيك؟ اسمك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ مبسوط؟ والله العظيم كنت فاكر ان الموضوع صعب شويه في الدخول والخروج والحاجات دي. الناس سهلوا معاك هنا؟ طبعا احنا بنبارك ليكم اليوم الثالث، وبنبارك للمصريين العرس الانتخابي واليوم الثالث. عايزين نسال حضرتك عن تفاصيله هنا واللجنه والاقبال. اتفضل. احنا هنا في عائلات قصر النيل. في اقبال الحمد لله كويس جدا. في طبعا دور الحزب صوت واضح، تنظيم وتسريع على الناس كده زي ما حضرتك. بس اتفضل. الناس والتنظيم واي حاجه، مثلا حد محتاج اي حاجه مساعده بتاع، اللي هو يعني حد مسن، حد معاق، حد كده. ايوه معايا ما بتسيبهوش. الناس الكبيره يا فندم بتبقى محتاجه لكل نوع من انواع المساعده، خاصه كبار السن. انتوا بتتعاملوا ازاي مع الحالات؟ وانا شايف حضرتك اصلا يعني متواجد مع الشباب وبتساعدهم كمان، توجه وبايدك بتساعد. بنعمل ده ازاي؟ الناس في قصر النيل هنا معروف كده. طبعا في ناس مسنين بييجوا معاقين، وناس يعني كبير في السن وبنعرف معاقين كده. اي حد محتاج اي مساعده احنا واقفين معاه، يعني بنسهل له بتسهلوا له كل التفاصيل. طب خلينا نتكلم عن مع حضرتك عن الـ يعني المسن لما بيجي يبدل البطاقه بياخد رقمه ولجنته، ده كله مفعل في الخارج ولا؟ الحزب اصلا الحزب عامل يعني في حد قاعد كده بجهاز كده بيخش على البطاقه، في طاق اللي هو الحارس كده. ايوه نعرف رقم اللجنه، بنساعده في الدخول وفي تسجيل بيانات اصلا كده، وبيخش يعدي صوته اصلا. تقريبا كم عدد يعني امبارح كان في اقبال، بس بنسبه النهارده في الساعات الاولى وفتحنا اللجان برضو كان زي السنه اليوم اللي فات واللي قبله ولا زياده؟ كل يوم يعني طبعا بيزيد، طبعا اخر يوم فاكيد يعني ازيد من امبارح. طيب انتوا يعني عايز اسال كده، اللي معاه الطاقه ورايح ينتخب بياخد وقت قد ايه؟ عشان الناس بتقول ده احنا بناخد ساعتين وثلاثه وحاجات كده. لا في خالص، في تسهيل جدا وفي تنظيم وبنسهل الحاجه اللي متنظمه بتبقى كويس. في نظام وفي يعني كل واحد يخش اصلا بدوره. الموضوع يعني في سرعه طيب رساله حضرتك بقى للناس اللي ما نزلش، اللي حابب يشارك بس مكسل، اللي ناسي ان النهارده يوم الاخير، تقول له ايه؟ قول له ده واجب بقى وطني عليك، لازم تنزل وتأدي بصوتك، خليك ايجابي يعني كده، واقف جنب بلدك، وده وقت الوجب بمصر. طيب العدد الكبير اللي حضرتك بتشوفه، هل يعني خاص بكبار السن وليه دايما يعني المساعدات موجوده بشكل في كل الاماكن ولا هنا في الدايره بس؟ كل مكان فيه مساعدات. في كرسي متحرك او كرسيين متحركين. في شباب حزب عندنا بيدخلوا ناس لحد جوه اللجنه كده بيسالوا عليهم. ايوه بيوصلوهم لحد باب اللجنه، وبعد كده بيبقى مسؤوليه المستشار. مثلا يكون قومي يعرف اللجنه بتاعته فين، وبتدي له ورقه بده. بنسهل، بنخش على حد اللجنه جوه، في اللجنه جوه عشان ايه بقى يعني تسهيل لحد جوه خالص. طيب هل في من السيدات ناس بتبقى متواجده برضه للمساعده؟ يعني زي حضرتك انت والشباب اخذتوا الراجل المسن ودخلتوه. في اولاد وبنات كده. اولاد وبنات. في مثلا حاله ست معاقه مثلا، عشان في حد بيساعد. طيب حابب تقول ايه لكل الناس اللي بتشوفك دلوقتي، واللي يعني بتقول طب انا هنزل اعمل يعني هنزل هاخد وقت، هضيع وقت، هاخد ساعتين ثلاثه، بتقول لهم ايه في خلال خبرتك في ثلاث ايام؟ الموضوع سهل جدا، وفي سرعه في التسجيل كده، في سرعه كده، يعني في حركه سريعه، مفيش وقت بياخدوه يعني.
شكرا لحضرتك. شكرا. اه اتفضل. لو شكرا لحضرتك. زي طب احنا عايزين برضو الاستاذ سيد زي حضرتك عامل ايه؟ عايزين نعرف بقى التفاصيل النهارده عملتوا ايه بالنسبه ليه خاصه مساعده الناس. يعني انا شايف برضو راجل مسن كبير ولكن قدمتوا ليه كل دعم. يعني بص هو الانتخابات دي عرس انتخابي جميل كان متوقع. يعني فرحه الناس وفرحه الاهالي باللي هم ينتخبوا القائد بتاعهم. وهنا احنا مع حزب مجتمع الوطن مع الاستاذ حسن يوسف ابو طارق. الدايره هنا هاديه جدا. هاديه ولسه في لفه كده في الزمالك وتبع دايره اصل. احنا معاكم في الجوله وبشكرك شكرا جزيلا استاذ سيد. زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام احنا موجودين داخل احد المدارس الخاصه ب يعني احد اللجان الخاصه بوسط البلد شارع مشروع في شارع معروف. ومع حضراتكم ننقل التفاصيل ومع حضراتكم ننقل كل تفاصيل اليوم الثالث من الانتخابات. مستمرين معاكم يعني اللجنه دي اللي قدام حضراتكم ودي اللي قاعدين فيها هي لجنه المشاهير واللي طبعا بنتوقع حضور مشاهير من نجوم الفن في هذه اللجنه. نتوقع طبعا السيد عبد الحفيظ في لجنته هنا يا جماعه ونجوم نجم الزمالك شيكابالا ايضا لجنته هنا. فاحنا منتظرين مع حضراتكم منذ الصباح الباكر لحظات الوصول الاولى لكل لعيبه النادي الاهلي والزمالك وكمان لجنه المشاهير الذي يطلق عليها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الدخول ميسر جدا وفي عمليه تسهيلات كبيره تقدم من قبل الناس هنا. يعني بتكلم على كبار السن ما تقلقش ما تقلقش خالص. في خلال 3 دقائق بالظبط هتكون مخلص عمليه الانتخابيه وكمان مغطي يعني العمليه الانتخابيه وايضا مغطي كل تفاصيلها. بتكلم على 5 دقائق بالظبط من ساعه استلام البطاقه حتى يعني تسليمها لمعالي المستشار او الورقه الخاصه بالاقتراع لمعالي المستشار. متابعينا الكرام شكرا لكم في كل مكان والى ان القاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.